الكل متفق أن الألم يصيب مختلف الناس حول العالم. نعلم أن الألم يصدر 100% عن طريق الدماغ، ذلك يشمل كل أنواع الألم بغض النظر عن كيفية إحساسنا به، سواء كان حاد أو غير واضح، خفيف أو قوي، أو الفترة التي نعاني منها. ممكن أن تكون تشعر به لأسابيع أو أشهر، هذا يسمى ألم حاد أو طارئ، وهو شائع في حالات إصابات الأنسجة كألم الظهر أو التواء الكاحل. وعموما ينصح أن تحافظ على نشاطك الحركي وتعود تدريجيا لمزاولة أنشطتك الاعتيادية بما فيها عملك. أو قد تكون تعاني من ألم لمدة 3 أشهر أو أكثر، وهذا يسمى ألم مستمر أو مزمن، وذلك لأن إصابة الأنسجة ليست المشكلة الرئيسية. ما هو ليس واضح جيدا حينما يتم إخبارك أنك تعاني من ألم مزمن هو أن تعرف ما هي أفضل الطرق للتعامل معه. في استراليا على سبيل المثال تعتبر المشكلة كبيرة، حيث يعاني 1 من كل 5 أشخاص من ألم مزمن. إذا ظل دماغك يصدر الإحساس بالألم بالرغم من تعافي أنسجة جسمك من أثر الإصابة وبعيدة عن الخطر، فهو أمر غير ممتع. بعض الناس يظل يقول أنه يجب أن يكون هناك خطأ ما، وهنا تكمن المشكلة. بمجرد أن يتم استبعاد وجود أي خطر أو أثر للإصابة، يمكن للمتخصصين أن يشرحوا لك أن أغلب أنسجة جسمك قد تعافت في مدة لا تتجاوز 3 إلى 6 أشهر. لذلك الآلام المستمرة الصادرة عن الدماغ ليست بسبب إصابة أنسجة الجسم، لكن بسبب زيادة تحسس الجهاز العصبي. بمعنى آخر المشكلة أكثر تعقيدا، فلمحاولة فهم ما يحصل تحتاج إلى إعادة تدريب الدماغ أو الجهاز العصبي. لعمل ذلك من المفيد أن تعرف كل الأشياء التي تؤثر على الجهاز العصبي وربما تؤثر على تجربة الألم الخاصة بك. قد يساعد أن تنظر إلى الألم المزمن من منظور واسع باستخدام نهج منظم وخطة تقلل فرص أن تغفل عن أي سبب. لنبدأ بالجانب الطبي. أولا، استعمال الأدوية ممكن أن يساعد لكن بشكل محدود. إنها الأساليب النشطة التي لها أهمية في إعادة تدريب الدماغ، لذلك استخدام الأدوية ابتداء للمساعدة هو أمر مقبول. لاحقا يجب تقليل الجرعة تدريجيا ثم التوقف تماما عن استخدامها. بعض الناس يعتقد أيضا أن الجراحة هي الحل، لكن حينما تتعلق المشكلة بأمر معقد كالألم المزمن قد لا تكون الجراحة مفيدة. لذلك إذا كنت تفكر بالجراحة من الأفضل أن تبحث عن رأي ثاني، ولا تنسى أن تأخذ بالاعتبار كل الأشياء. ثانيا، من المفيد أن تعرف كيف تؤثر أفكارك ومشاعرك على جهازك العصبي. الألم يؤثر كثيرا على حياة الناس وله تأثير كبير على مزاجك ومستوى ضغطك النفسي. كل هذه الأفكار والمعتقدات عبارة أيضا عن إشارات عصبية من الدماغ، لكن يمكن أن تتعلم وسائل لتقليل الضغط النفسي وإراحة جهازك العصبي عن طريق إراحة مشاعرك، فذلك يساعد في تخفيف الألم. الأمر الثالث هو التغذية المتوازنة ونمط الحياة، حيث يبدو أن أنماط حياتنا الحديثة ليست بالضرورة مفيدة لنا. في الواقع أن طريقة حياتنا وما نأكله يساهم في زيادة تحسس الجهاز العصبي. بالنظر إلى كل الأشياء كالتدخين والتغذية ومستوى النشاط الحركي أو أي أشياء أخرى هي بداية جيدة، فكل هذه الأشياء يمكن أن تكون ضمن خطتك. بعد ذلك تأتي القيمة العظيمة لفهم المعنى العميق للألم والجوانب الشخصية المتعلقة به، وذلك عن طريق تذكر الأحداث التي حصلت وقت حصول الألم بالبداية. كثير من الناس يستطيع أن يجد روابط مفيدة بين فترات مقلقة في حياتهم وبين ذاكرة ألم متفاقمة. لكثير منهم قد يكون إدراك مشاعر عميقة جزء من عملية التشافي. أخيرا وليس آخرا، النشاط الحركي والوظيفي، فمن منظور الدماغ أداء نشاط حركي مريح من دون خوف أو حماية للدماغ عن طريق الألم سوف تسترجع تدريجيا حيوية أنسجة جسمك. بالخاتمة، الألم ينتج عن طريق الدماغ الذي يمكن إعادة تدريبه، وحينما ينظر له من منظور شخصي واسع يعطيك ذلك فرص كثيرة لتبدأ. لذلك ابحث عن المساعدة إذا احتجت، حدد أهدافك وابدأ.